الحين عرفت ليش هي موجودة عندي في السيارة. يمكن هي تدور شيء مو موجود أصلاً في هذا البيت. وشو هو الشيء اللي تدوره يا حضرة الأخصائية؟ حلف أنت بطلق سوالف خوسي. لا لحظة لحظة لحظة، ما راح تفتح الباب. صح إن هي خايفة بس ما راح تفتح الباب. روعة بطلي الباب، غرب الله بليسك بس من بنت فضحتيني قدام خلق الله. روعة روعة بطلي الباب، لا بضربك ولا بسوي لك شيء، بوديك بيت خالتك بس بطلي هالباب الحين بسرعة. الظاهر انك وايد مستعيلة وما عندك وقت، لازم يكون عندك كل الوقت لبنتك. لا والله دكتور فيل، سامحيني أوبرا وينفري حبيبتي، وفري محاضراتك المرضية والطبية حق عيالك، عيالي ما يخصك فيهم. أنا أقول أحسن شيء يده ياخذها يوديها البيت، ودي يا حضرة أستاذة ترمي توكلين.